مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ بفيديو جديد. اليوم راح اعرض عليكم شنو اشتريت من موقع باتباد. طبعا هذا الموقع من اول ما اكتشفته صرت وايد عليه ادمان، احب اتسوق بغراض او ملابس الاطفال من عندهم. ليش؟ لان القطع مالتهم كلش روعة، الستايل كلش حلو، واهم شيء الاسعار مالتهم تهبل. فانصحكم الصراحة اذا تردون تشترون ملابس الاطفال روحوا على موقع باتباد وشوفوا شنو عندهم. والاحلى من هيك عندي لكم خصم كود من عندي اللي هو 15% اذا اشتريتوا. اخر شيء حطوا الكود اللي هو ZODAIRY15، هاي راح اكتب لكم اياه، شوفوا هنا او هنا راح اخلي لكم اياه، فتستخدمونه بعد ما تشترون وراح يعطيكم خصم 15% على كل سله المشتريات. هاي الطلبيه رقم 3. هاي الطلبية هسه شوفوها وصلتني، بعدني ابدا بالكيس ما فتحتها، قلت عشان لا اتكاسل وافتحها وبعدين اصور فد مره. اليوم وصلتني، قلت خليني اصور لكم اياها. طبعا انا اليوم لابسه هذا، ما اعرف ليش عجبني مال الاولاد، فقلت خليني البسه حتى لو انه هاي. وات يور اوبننج؟ تجي معال؟ اوكي. سو يزن اجى اليوم، اول شيء قول لهم هاي. هاي، شلونكم؟ شخباركم؟ شلونكم؟ شخباركم؟ Don't forget to like and subscribe. والله انا نسيتها، صدق ما قلتها. Don't forget to like وتشتركون بالقناة وتشاركون هذا الفيديو بين احبابكم. اوكي، هسه هذا الفرد اللي وصلني طلبة ملابس حق اولادي الصغار يرسلاني وايلان. سو سوري يزن، انا الغراض ما راح تكون انت فيها. اوكي، يلا نفتح. جاهزين؟ يلا. فتحنا الكيس الاول وهم داخل الكيس الثاني. حرب عالمية صارت. خلينا نفتح اول قطعة. يزوني تعالي بعد هنا ماما. اوكي يلا افتح لنا اياها، خلينا نشوفها. يلا متحمسين. داينوسور. واو. هوز فور داينوسور. اتوقع حق منو؟ شوفوا هذا يجي كامل، سيت كامل يبين معاكم. ايلان. This is for Elon. For Elon? ممكن أرسله؟ لا. جبت لا إيه 12 month. yes. على فكرة قياساتهم كلش حلوة، يعني نفس القياسات، مو تجيبونها وتطلع صغيرة. هسه هاي من عمر سنة سنة ونص. شوفوا شلون حلو. I like it. صراحة عجبتني. شنو رأيك يزون؟ حلوة. حبيتها وايد. I open the second one. شوفوها هاي القطعة. This one looks like قطعتين تجي مع بعض. This one looks for Arslan. yes. حلوة والله، ما شفتها كلش حلوة. يا شوف، يا شوفوا شلون حلوة. وهنا بيها مثل الجيب والشورت، يزوني قاعد يورينا اياه. نايس، كلش حبيته. شوفوا ليش طلبت هيجي سيتات كاملات، وايد احبهم لانهم احسهم اليجنت وبنفس الوقت اسرع الي، عرفتوا؟ القطعة رقم 3. أرسلان. yes for أرسلان. no إيلان. إيلان، خلينا نشوف العمر. yes no look. yeah إيلان إيلان. so هاي تيجي هيجي، بلا امسكها هيش. wait امسكها عدل. لا امسكها. وهذه اللبس فوقها قاعد يبين واضح لو إضاءة قوية عندكم. اللون أخضر فاتح بس كلش حلو. خلينا نشوف إذا هي قربنا يبين عندكم. القماشة هاي القماشة قطن تخبط. هاي القماشة خفيفة وكلش خفيفة، يعني مال صيف. and is for Elon looks like. أوه بيقط. هي هاي. yeah هاي المخلية نتأكد. for أرسلان. really؟ yeah for أرسلان. وهم هذا سيت راح تشوفون اليوم وايد طلبة هيجي سيت كامل، كلش خفيف حلو حق الصيف حق الأرسلان. وهاي تجي. هاي قطعة ما اعرف اذا قاعد يبين عندكم. واو. It's like a sweater. yeah. وبيها هاي من ورا، ما شفتها خفيفة وحلوة. والقياس مضبوط. I'm another one. يلا. واو. صحيح نسيت اني انا طلبت من عندهم فستان الي، صحيح انه هو ملابس اطفال. بس في عندهم ملابس الي، فقلت خليني اجرب من عندهم. وطلبت هذا الفستان، شقد حلو. وطلبت من عنده سيت أرسلان وإيلاني نفس اللون، نفس القطعة هذه. هسه خلينا نشوف. I'm coming. you see this one. yep. yes. هذه هي. this one. هاي شوف تقريبا نفس الشيء. this for إيلان. yeah. for إيلان وأرسلان. yeah.
واو it doesn't fit them. خليني لحظة افتح الفستان. الفستان قياسه small ومبين perfect. شوفوه هذا هو الفستان ويجي طويل. Excellent. هاي ماما say hi to the camera. Can you open it another one? Yes, Mama. Okay, give me both of them. And now we have this cloth. Wow. Mal Ilani looks like. Hey, Mal Ilani, كلش حلوة هاي القطعة وهم كاملة ويا بعض. ما أعرف إذا قاعد يبين عندكم الإضاءة. طبعا كل القطع هسه راح احط لكم الروابط مالتها بصندوق الوصف عشان تشوفونهم بعد عدل. يلا هسه يزوني شنو عندنا. Black. Black. Nope. Yeah, this one. What is that? اشتريتها. أريد أسوي بيها جلسة تصوير حق أرسلان بعيد ميلاده. إنه يلبسها بس هيجي. شو رأيك؟ But his T-shirt. No, without T-shirt. Ah. Okay. Hi, Ayan. Hi. Hi. Say hi. Hi. ونرجع نكمل معاكم هذا الفيديو. هسا نطلع شنو يلا. هاي نفسها طلعناها. هسه خلينا نفتح هاي القطعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قطعة صيفية بحت من رسوماتها. حق منو؟ حق مي؟ نو 3-4 years. حق أرسلان. أرسلان شوفوها مال بحر تخبل قطعتين مع بعض وفيها هاي من ورا هودي مثل الفود. قماشتها حلوة 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 يعني على القطن على القطن تقريبا هيجي كلش حلوة. شنو رأيك فيها؟ تريد واحدة مثلها؟ خلاص next time راح بعد شنو بقات اي قطعة؟ القطعة هاي القطعة مهمة يعني سويت الاوردر كله على مود هاي القطعة. شنو هي؟ فور ايلان. لا تقولي كبيرة على ايلان. ايلان والله طلبتها. It's one year. It's one year. زين على مود اريد اسوي هم جلسه تصوير حق ايلان وما اعرف ليش جاي لي على الاخضر. هاي هيجي حق ايلان ما اعرف اذا راح تجي قياسها ولا لا. شوفوا شقد حلوه. ايلاني الشهر الجاي راح يصير عمره السنه فقلت بالصور. هاي هيجي يلبسها. بعد اكو شيء؟ يلا خلينا نفتح. But this one we already opened it but it's for Arslan. Yeah, هاي القطعه الثانيه مال ارسلان اللي هو نفس الفستان مالتي وقطعة أرسلان وإيلان نفس الشيء وراح نشوف وين راح تشوفونا لابسينهم بالانستغرام. فلا تنسون تتابعونا على الانستغرام نفس الاسم برامي روز نفس قناتنا برامي روز ونفس بالتيك توك هم. حبايبي وصلت أنا وياكم لنهاية هذا الفيديو. إن شاء الله حبيت القطع وإن شاء الله راح تروحون وتطلبون من بات بات. خذولكم جولة بصفحتهم أو الموقع مالتهم أو التطبيق. تقدرون تنزلوا التطبيق بالتليفون مالتكم وتطلبون. وأهم شيء لا تنسون تستخدمون كود الخصم مالتي اللي هو موجود على الشاشة حاليا. ونشوفكم على خير بفيديوهات ثانية ونقولكم مع السلامة. And don't forget to subscribe and like. لا تنسون إنكم تشتركون بالقناة و لايك. باي باي. طبعا هاي مالتك I know. Yeah, حلوة علي. Mm-hmm. You like it? خلاص راح أخذها لي. Okay. Forever. Okay. Fine. I don't even wear that hat. Really? But I like it. I had it from Abu Dhabi. حلوة. صح. Thank you حياتي. Give me hug. Bye.